أجواء يملأها الطموح والتفوق تلتحق الدفعة 55 بالمدرسة الوطنية للإدارة، هذا الصرح الأكاديمي المتخصص في إعداد إطارات المرفق العمومي. 120 تلميذا اجتازوا المسابقة بنجاح وتنتظرهم تحديات أخرى في التحصيل والتكوين. بالنسبة لنا فإن المدرسة الوطنية للإدارة هي مركز من هي قاعدة التي تمكننا من اكتساب مختلف المهارات والمعارف التي تسمح لنا بخدمة المواطن وخدمة المرفق العمومي. شاهدنا من خلال المحاضرة التي قدمت اليوم خلال حفل الاستقبال التقنية التسيير التي تتبعها الجزائر حاليا، وهي التسيير بالنتائج من أجل مواكبة الحوكمة الرقمية. ليست مصادفة أن يكون الدرس الافتتاحي حول المسير العمومي بين متطلبات سياق الراهن وتحديات التسيير بالنتائج. الدرس الافتتاحي الذي ألقاه الأستاذ عمر ميسي، والذي خصصه أساسا إلى نمط جديد بالنسبة للتسيير، والأمر يعني مهم جدا، وأنه وجه إلى تلامذة السنة الأولى الذين يولجون المدرسة لأول مرة. إذن هذا داخل في الاستشراف، احنا نريد أن نكون منظومة تتماشى والتطورات التي يعرفها العصر. وفي ظل الرهانات الكبرى التي يفرضها التحول الرقمي اليوم، تجد المدرسة نفسها مطالبة بإعداد جيل جديد من الإطارات تضع التميز نصب أعينها. مسؤولية تحسين صورة الإدارة واسترجاع ثقة المواطن أعتقد تقع على بالدرجة الأولى على عاتق خريج المدرسة الذي سيتقلد المناصب العليا في هذه الدولة. تبنينا عدة ميادين جديدة وعدة مواد جديدة ومحتويات علمية جديدة في التدريس في تكوين الإدارة العمومية مستقبلا. الدفعة الجديدة أمام رهانات ليس فقط في ميدان التسيير العمومي التقليدي، بل بمواكبة المعايير الجديدة التي يفرضها الراهن الرقمي.